أهم ملامح عمليات العبور في الاتجاهين في المعبر، سواء بالنسبة للمساعدات الإنسانية أو للأفراد. نعم، مصر ما زالت تواصل فتح معبر رفح البري لأجل غير مسمى وبشكل دائم وفقا لقرار السيد الرئيس مبارك بضرورة فتح معبر رفح البري في الأول من يونيو الماضي لعبور كافة الحالات الإنسانية الفلسطينية في كلا الاتجاهين من وإلى قطاع غزة، أملا في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الإسرائيلي على القطاع. اليوم هو اليوم 120 الذي تواصل فيه مصر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، ما عدا 3 أيام أغلقت أو عطلت فيها مصر معبر رفح البري بمناسبة أجازة عيد الفطر المبارك. كافة الحالات الإنسانية عبرت، نتحدث عن عبور قرابة 85,000 حالة إنسانية فلسطينية عبرت من وإلى قطاع غزة، بالتساوي ربما كان 41,000 حالة إنسانية عبرت من قطاع غزة إلى مصر، وحوالي 42,000 أو أكثر عبرت من الحالات الإنسانية أو العالقين في الدول العربية والأجنبية الذين عادوا من كافة دول العالم، نسميهم فلسطين الشتات أو المرضى الذين أنهوا علاجهم بالمستشفيات المصرية أو حتى المعتمرين الذين أدوا مناسك عمرة شهري شعبان ورمضان الماضيين. بالفعل حالات إنسانية عديدة عبرت في كلا الاتجاهين، ومصر نجحت في تخفيف المعاناة وتقديم فرجة إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني خلال 120 يوما عبر فيها كما ذكرنا قرابة 85,000 حالة إنسانية فلسطينية. هي عدد كبير ورقم قياسي كبير مقارنة بأي مناسبات سابقة فتحت فيها مصر معبر رفح البري أو كان معبر رفح البري مفتوح فيها في كلا الجنبين. أيضا نتحدث عن المساعدات الإنسانية بشقيها الطبي والغذائي. ربما هذا العام شهد يعني إجمالي عبور المساعدات الغذائية من معبر العوجة أكثر من 17,000 طن من المساعدات الغذائية سمحت مصر بإدخالها من كافة الجهات المانحة وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري. نتذكر أيضا خلال الفترة القريبة الماضية استقبلت مصر العديد من الوفود الأجنبية والعربية من سفن المساعدات، خاصة سفينة الأمل الليبية نتذكرها، وقافلة أميال من الإبسامات الأوروبية، وسفينة جزائرية وأخرى تركية. مصر تعلن ترحيبها دائما لكافة دول العالم عن استقبال أي مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، ولكن وفقا للضوابط والآلية المصرية المتعارف عليها والتي ذكرتها في تقارير سابقة، وهي أن ميناء العريش البحري هو نقطة استقبال. بالتأكيد أشرف سويلم، شكرا جزيلا لمتابعتك ومواقفتنا بآخر التطورات.